لسه بتقول ده مستحيل وشيء ما ينفعش عشان البطوله في امريكا. لو الواحد كان صدق الكلام ده كان قعد وما كملش، وده طبيعي وبرضه مقبول جدا ان انا عملت فيه قبل كده بطولات وحققت ملايين وبطولات كتير، ممكن اقبل ان الناس تقول من المستحيل ان في مستر اولمبيا اللي يتقيس عنها. لكن الواحد كان صدق ان ده هيحصل، لان انت بتجتهد وبتعمل اللي عليك وبتشتغل كويس جدا، ما فضلش غير اللي هو الجزاء لاي عمل ان ربنا يكمل بهذا. فهو الواحد كان يصدق، واحنا كلنا لازم نصدق الحلم اللي بنعمل بيه، اصل مستحيل يتحقق حلم ايه النهارده، احنا لازم نعمل ده. زي ما قلت لحضرتك اكيد مليون بالمئه هيبقى في الكفار، ده لازم تدير حياتك، لكن هو ازاي خطنا للكفار دي واحنا كلنا شجاعه ان احنا ثاني يوم لازم نقوم ونقف ونشتغل على الحلم ده. بقولك يا اخر حاجه بقى خلاص، قول لي فطرت ايه النهارده؟ اللي هم مصممين النهارده هو ليكم فرصة غير مشاركة.